شخص استيقظ بعد صلاة الفجر في شهر رمضان وكان يضع علك في فمه هل ولها نكهة؟ هلا شخص استيقظ بعد صلاة الفجر في شهر رمضان وكان يضع علك في فمه وفيها نكهة، هل عليه قضاء ذلك اليوم؟ إذا لم يبتلع شيئا من العلك وإنما مجرد مضغ في الفم ثم يلفظه فليس عليه شيء، أما إذا بلع شيئا من العلك، تحلل العلك أو تقطع وبلع شيء منه متعمدا، إذا بلع شيئا منه متعمدا فإنه يبطل صيامه عليه القضاء.